السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تحيه لجميع المشاهدين والمتابعين الاوفياء اللي كتشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من ضواحي مولاي بوسلام وبالضبط دوار الشوافع معنا هذه الاسره اللي مكونه من اربع اسر هذه الاسره اللي على حساب ما قال الابن ديالهم بانهم مهددين بالتشرد شوفوا القصه ديالهم الصادمه اللي يحكيو لنا بطبيعه الحال وبارطاجيو لان بغينا نوصلوا بالصوت والصوره ان الاسره راه مهدده بالتشرب طبيعة الحال بسبب خالهم اللي ما رحمهمش وما عقلش عليهم للاسف الشديد السلام عليكم, عليكم. عليكم. خويا انا محمد بخاري دوار شوافع القياده شوافع انا خويا حنا اربع العائلات دخلنا من دمنا ولحمنا اللي خرج علينا وخرج على خصو ومرضنا ومرات الدري ومرض خويا عقليا كنا فاد حكم كيقول الدار ديالو كلشي ديالو ان هاد الناس كلهم عارفين ان الدار ديالنا و12 عام وحنا كنخدموا 24 عام وحنا كنخدموا على هادشي باش بنيناه جا هو هذا خرنا شردنا فيهم الشعين وهدمنا هادشي انا كنت كت... تقريبا حنا 34 سنه ولا 35 سنه وحنا ساكنين هنايا حنا 34 سنه ولا 35 وحنا ساكنين هنا وهاد الدوار كلشي كيعطي الشهاده ديالو انا انا كذبتوني سولوا غير الدوار هنا <applause> اي واحد بديتي هاد البلاصه هادي اه اه اخويا هاد السيد راه تعدى لنا وحقرنا حقرنا بزاف صاحبي وهاد وال... الارض هادي شكون اللي عطاها لكم إحنا هنا هاد الارض ديال جدي هاد الارض ماشي ديالو هو ولا ديال شي واحد هاد الارض ديال جدي وجدي عطاها الوالده ديالي انايا قطع الارض يمكن باقي هو في الحياه واليوم هذا خالنا اليوم جاي كتهدد علينا وكرسنا هادشي كلشي راح شو مالك هادشي اللي درت خالي خال يعني رزقكم ورزقنا آه رزقنا وكلشي شرفنا انتما كتشوفوا الحاله كما كتشوفوا انا شنو غنقول لك راه حشومه هادشي اللي درتي راه حشومه هادشي راه ظلمه صاحبي راه ما يبغيه لا ربي ولا عبدو صاحبي كيفاش درتي فين هاد الحاله صاحبي حشو مالك يعني حشومه صاحبي حشومه واش هادي هي دم هذه اختك دم ولحم منك صاحبي حشومه وزيدا ولادك مشجانك وغادي كيجروا معاك دابا زعما كاين مزيه شنو هو درتو ما غير شرطتونا مرتاحين الدماغ ديالكم دابا واش مرتاحين حنا راه حنا ما مرتاحينش انا خويا حماق سبيتكم حماق الوالدة ها هي طايحه راه حشومه عليكم هادشي اللي درتو ولا انا كندعوكم الله كيما شرطتونا الله يديكم الله اللي هو لا ولا ياخذ بكم الحق انا هادشي اللي غنقول لكم دمرتونا صاحبي دمرتونا صاحبي واش ما عندناش حق حنا ماشي مسلمين انا ما عنديش حق هنا ويفتحوا شي حاجه صاحبي خو منا من هاد الارض كاع صاحبي والله ما نبقاو هنا كاع شرتونا صاحبي دمرتونا الدعوه معكم الله حتى لا ايلا صاحبي اللي كانت عندك كامله بنيتي بيها اخويا أو... راه دير هاد السكنه راه 12 عام وانا خدام اخويا باش ندير انا هاد الصويار وبنيت هاد الحاله اللي كتشوف فيها انا يا جهو راه مش ريبه لي فرمش و12 عام هاد الناس يقولوا لك صاحبي هاد الشيء اللي واقع لينا كيفاش هاد السيد راه دمر را خرج علينا صاحبي راه صاحبي واش اختو ندير اختو ان الو اه كيقول لي ما سيدي ندير في الدعوه سيدي ان هذا السيد ان الناس غرباء جاو سكنوا لنا في داره وناس من ولاد كيشهدوا لي حتى الناس من ولاد رافع انا كنديكم الله كنديكم الله كيما خديتو لنا حقنا من عطاي هت... خديتو لنا حقنا كيشهدوا فينا الناس برانيين صاحبي من ولاد رافع صاحبي من الدوار صاحبي برانيين ماشي من الدوار الناس اللي شهدوا من الدوار ولا خارج الدوار ولا من خارج من الدوار دوار خور اخويا ودوار خور وكيقولوا الدار ديالو وراه كاينه شي ناس تاهما ثاني الله يهديهم معاونين على الشيء وبحال يعجبهم هاد الحال والله يهديكم الله يهديكم احنا راه حنا كنبقاو ولاد اختكم راه هادشي اللي درتو راه حشومه صاحبي يعني. راه اربع الاسرات بالوالده هي خمسه صاحبي كل واحد عنده اربع الوليدات صاحبي انا عندي اربع الوليدات خويا كل شنو عنده يعني هو وفينا نمشي هو شردنا صاحبي هاد السيد هذا راه هاد السيد راه خرج علينا صاحبي انا راه كنهضر معكم واحد الدين انا راه مريضه صاحبي مرضنا كاملين صاحبي الحمد لله كيقفز صاحبي من نهار وقع هادشي الواليده 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 ملي صارت كبار وجاو هدموها اه الواليده خويا شوف انا جا وجا يهزوني انا والواليده من هنا من الدار قالولي حقا وريقات وداوني للكوميساريه سدوا عليا وخلوني تقريبا شي ربعه د السوايع ولا ثلاثه د السوايع جاني تيليفون وكيهضرو مع الواليده ماعرف شنو هو لها تما سخفت في الكوميساريه طاحت شي ساعه وهي طايحه من تما ولينا هزيتها انا لاربعه عطوني الا بين نسخف ديتها لاربعه الاربعه ما قبلوهاش ديتها قنيطره قنيطره ما قبلوهاش ديتها للرباط لها في الرباط صيفطوها طبيب الحمى رازي دوز لها راه بحد ديال الرابعه باقي مجبدة يعني مصدومه مصدومه والدري خويا تما هو تشوفوه هذا دابا راه حاليا راه مريض مريض عقليا ثاني انا البارح كنت كي مديت ودوز ليه يعني خرج علينا صاحبي هذا السيد راه حشومه والله الا خرج علينا اخويا انتما كتشوفوا انا واخا نقول لكم هذا الشيء راه الناس الدوار هما اللي كيحكموا راه ما دمرناش احنا راه دمر شي ناس ثاني من الدوار اللي بقينا فيهم احنا مرضوا بسبابه هو صاحبي واش هذا ما فيهش شفقه لا رحمه واش هذيك الدم ديال الاسلام اللي كيجري فينا راه حشومه صاحبي راه حشومه صاحبي راه حشومه هادشي در اللي درتو هو صاحبي راه حشومه وتا العائله ديالي هادشي اللي درتو فيه راه حشومه بحال اللي كان عجبكم هادشي لكن خالك كي كيشوفك دابا شنو كتبغي تقول له واش غنقول ليه الله يهدي على نفسه شنو عندي ما نقول ليه انا شنو اللي نقول ليه واش هو ما ما الشخص اشرخت على راه انا الوجه خشو ما عندي ما نقول ليه انا من الله الله لا يخلصو على الجزاء ديالو لكن هو كيباش مرتاح حنا راه ما مرتاحين كيما دمرتينا الله لا يدمرك خالد كيخلي <applause> شوف اخويا <applause> الورث <applause> ولا ماشي الورث حنا بعاد من هذاك الشيء كامل حنا بقعه ارضيه كاينه خادينها بنينا فيها استقررنا فيها اليوم هذا الشيء جاي كيدعي كيقول لك ان هذا الشيء ديالي خرج قوه ما عرفش شحال فيها ديال بنادم جاو ريبوا داونا لهم الحبس وريبوا الحاله اللي كتشوفوا فيها يعني ريبوا لكم كل شيء ريبوها ثم كتشوفوها اخويا ثم كتشوفوا الحاله ثم كتشوف كل شيء بعينك انا ماشي غنزيد على كل غنقص عليك اخويا راه شوما صاحبي الظلم هذا صاحبي والله الا الظلم الحقره اخويا راه باقي في المغرب الحقره اخويا اقسم بالله لا باقا الحق راه بالله ودابا انا شنو كيتسنى مني انا انا ولا الدراري خوتي شنو كيتسنى مني دابا انت من جيتي ريبتينا حنا ما فينا انسانيه ما فينا نفس ما فينا حتى شي حاجه اللي دمرتينا تدميره دابا خلصنا الهدف من والهدف من ديال الهدف من حنا هو يدمرنا يخرج علينا صافي محينا من اسحقنا من و... 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 واخي وراه خشو واخي راه ورا خشو وراعي راعي خشو لا حنا ولاد خشو وراعي خشك انا نديرو ما عندناش ولاد كاع ممرين نهائيا وجات عندك اختك حماقت وعندك وف... في الدار واش ما تهزاش واش ما اعتزاش وهادشي اللي نقول لك اخويا هو هذا هادشي اللي لك انا كنطلب من شي واحد المسؤولين ديال البلاد يدخلوا في هادشي ويعطونا حقنا ويشوفوا التعدد اللي تعدى لنا هاد السيد يعطونا حقنا منه لكن حنا ما ليه خذوا لنا ثم خذوا لنا حقوا منه. كان مدينا دينا خذوا لنا ثم حقوا منه وانا هنا كندعوه الله كنت نتمنى اي واحد يدخل في هذا الموضوع هاد السيد راه باقي كيهددنا واليوم وغدا كيقول لك انا نجيب لكم جدرميه واي جوج جدرميه عيدونا حنا خمسه الناس هنايا خمسه الاسرات السيد هنايا كل واحد عنده يداشي فين راه فين فين نخرجوا اللهم ان هذا منكر اللهم ان هذا منكر انا راح حشومه من نقول انا خالي وانا راح شوم من اديك من تا خالي وانا راه تدمرتينا خالي شوف راه تدمرتينا صاحبي راه تدمرتينا خرجتي علينا صاحبي الله ياخذ بك الحق الله ياخذ بك الحق اخالي هادشي اللي كاين علاش كنت انا ما لنا لهنا هو ما كيجيش لهنا وزيدن ولادو اللي رجال وعين هو يقول له هذاك راه خشك اخو خالتنا واختك زيدن هما كيشجعوا وكيمشيو عندهم الفلوس وعندهم ارض فلاحيه كيستغلوا فيها وكيجروا في المحاكم يعني عندهم مدخول اخويا عندهم قطار ديال الارض كيتصرفوا فيه وحنا كنخدموا غير بها كتافنا وراه كلشي عارف هادشي اللي كنقول لك اخويا انا ما نزيدش عليك شي كلمه ديال العيب هذا هو الموضع اخويا اللي يجي أخوي انا شو المطالب ديالي اي واحد مسؤول في هاد البلاد يدخل ويشوف هادشي كيفاش هادشي راه ماشي هو هذاك واش عنده حق ولا ما عنده حنا 35 عام حنايا كنتصرفوا بها باراك هذيك هذاك حق كافي بلا ما نزيدوا النقاش وادي حتى اليوم خليت تريب لينا حنا زعما كينعاجينا زاوطنا عليك بسم الله جينا تزاوطنا وهادشي اللي كاين الله يهديهم اخويا الله يهديهم هادشي اللي نقول اخويا راه حنا مرضنا وحزينا امرنا لله هادشي اللي كاين وانا كنتمنى اي مسؤول يتدخل في هادشي اخويا الله يجزيك بخير هادشي اللي كاين اخويا ديال زين متبع أو فيها قناة شفتي في هذا البث المباشر والصادم بكل المقاييس للأسف الشديد من دوار الشوافع كما كتشاهدوا للأسف صادم بكل المقاييس للأسف الشديد خال مرحمة الأسرة ديالو خال اللي دعا أختو والأبناء ديالها واللي مكونين تقريبا ما يقارب أربعة ديال الأسر واللي هدموا المنازل ديالهم للأسف فين غيمشيو هاد الناس شنو غادي يديروا هاد الناس هاد الأربعة أسر اللي للاسف مهددين بالتشرد في اي وقت من الاوقات في اي وقت من الاوقات للاسف الشديد مهددين بالتشرد والضياع وان خالك من دمك ومن لحمك كما قال خالي اللي من دمي ومن لحمي ما عقلش عليا خالي اللي من دمي ومن لحمي للاسف الشديد ما فكرش فيا خالي اللي من دمي ومن لحمي باغي يشردني انا ووليداتي كما قال انه كيطالب من المسؤولين ومن اي مسؤول انه يتدخل لان للاسف راه الناس في وضعيه كارثيه بكل المقاييس هاد الناس مهددين بالتشرد في اي وقت من الاوقات هاد الناس اللي كيطالبوا من المسؤولين باش يتدخلوا لان الحساب ما قال بسبب خالو خالو اللي معقلش على الام ديالو خالو اللي معقلش على اختو يقدر يشردهم في اي وقت من الاوقات نتمنى منكم انكم تبارطاجيو على اوسع نطاق باش نوصلوا بالصوت والصوره للمسؤولين راه كاين اسر مهددين بالتشرد كاين اسر مهددين بالضياع كاين اسر اللي يقدروا للاسف الشديد يخرجوا ينعسوا في الشارع كل الاسر اللي ما عندهم فين يمشيو كاين الاسر اللي ضايعين في صمت بارطاجيو على اوسع نطاق راه الصوره ابلغ عن اي تعليق للاسف الشديد